بعبي لها وحدة. بعبي لك وحدة، قديش بدك حبيبي؟ هلا ولا ايمتى؟ هلا. لك يا اخي الله يرضى عليك، شو في نظام؟ اهلين بالاستاذ. لا والله ما في شيء، بس الشباب هيك. بتتذكر امبارح هاي البنت اللي طلعت على التلفزيون وكانت عمة شلاح؟ المقطع تبعها تسرب من قلب الاستوديو بعد ما قطعوا البث، وانا ما في شيء بس عم فرجيه للشباب. شو هي فرج شرج؟ استاذ لحتى تتفرج خلي موبايلك يتشرج، يعني اللي بده يشوف الفيديو لازم يعبي وحدات بالاول. نضال وقف المسخره. لا يا استاذ، ليش هيك عم بتحكي معي؟ نضال عم بتتاجر بشرف البنت؟ بعرضي كنت عرفان انك رح تحكي هيك، مشان هيك حضرت لك جواب اخو اخته. استاذنا، انك تتاجر بشي يعني انك تقبض حقه، صحيح؟ ايه. وانا ما عم باخذ فرنك زياده فوق حق الوحدات، بس انا شلون بدي اقول لك، يعني عم بعمل لهم للشباب حوافز. حوافز؟ لك عم حفز العالم انه تشتري وحدات بانه ورجيهم الفيديو وكله بنور الله. لك يا زلمه، بنت عم تشلح ثيابها بنور الله؟ نضال شبنا استاذ، شو من عملنا ما بيعجبك؟ اصلا انت لازم تشكرني وتقول لي كتر خيرك وعفرم عليك يا نضال الملك. سالني ليش؟ ليش؟ لانه انا ماني عم ساهم بنشر الفيديو مثل الزعران والسرسريه، مع انه البلوتوث اللي عندي بيشد للنبك، بس القصه قصه مبدا، يعني مثل ما قلت لك استاذ حوافز. طب اسمعني، شوف الفيديو. احكي هيك من الاول يا شيخ، هلكت عظامي على محاضرات. قول انك بدك تشوف الفيديو وصلى الله على سيد المرسلين، بدك لها اللفه والدوره. خليك ايزي استاذ. بطلت تشوفه. لا قسما بالله العظيم ما بتروح لحتى تشوف. نضال خلص عامل لك، ما بدي شوف اذا بتريد. استاذ حلفت يمين انا، لا تكسر لي يميني. لك خلاص اترك الزلمه، حاجه طيله سيل. افهد الله يرضى عليك، انت ما كنت باول حديث، انا حالف يمين. بدك يعني صوم 3 ايام مشانه؟ خلاص استاذ. ماشي خلاص بنشوف. يا عيني هذا الحكي اللي بيجي منه بالفحص. يلا درمل على بيتكم، شعب بشم بعمركم مو شايفين شيء. معقول صرنا نص ساعة واخر شيء اللي درميه؟ روح يا حبيبي يا أكابر يا موجب يا مهذب. يا زلمة رو من هون، رو تضرب منك لإله. رو من هون. منيح هيك أستاذ؟ تفضل. مين؟ أهلا وسهلا فهد. الله يرضى عليك، كاسة شاي من هالطيبات تبعك. خلي الأستاذ يتمزمز ويسترطب على الذهب. لك إلى عيونك وعيون الأستاذ وعيون الذهب. تشرف يا كبير. يا ذكور بلدي، ليكنا قدامكم، مالنا سند ومالنا مين يحمينا. شايفيني؟ أنا عم بقدم جثتي ببلاش لأي حدا طمعان فيه. عجبك المكتب؟
خيي شو حالك؟ ولا شو هيك ضار بيبوس؟ ألف شيء مشاكل بالجامعة. ايه قومي قومي شوفي لها العروس، بس أول شيء افردي لها الخلقة قبل ما أقلك الزعل. عروس؟ لك لكن عروس. لك عروس شو؟ تعالي ورجيكي. شو هذا؟